أولا فقد الحقوقيين فاعلا، نقول فاعلا رزينا حكيما، وعنده من الجرأة التي مكنته من إثارة قضايا شائكة في البلاد. كذلك فقد المجتمع المغربي سفيرا كانت له من الحنكة في مساره، أنه في مسار كسفير فعلا استغل كل إمكانياته المعرفية التجربة، وأظن قدم الشيء الكثير في مجال حقوق الإنسان للبلد، ولكن في قضايا أخرى دولية عالميا مجال حقوق الإنسان. على المستوى الشخصي يمكن نقول بأنه تعرفت عليه في مدة طويلة، لكن اللي يمكن نقول بأنه فقدت صديقا سأفتقد فيه جلساتنا الحوارية في مواضيع متعددة، كنا نتحاور بشكل دوري. المغرب فقد اليوم أحد رجالاته الكبار وأحد المناضلين التقدميين اليساريين الذين بصموا تاريخ المعاصر المغربي، وعندما أقول ذلك لا أقوله فقط من باب العزاء والألم الذي نشعر به اليوم، أقول ذلك لأنه السي أحمد حرزني كان نوعا ما متفردا، لأنه عرف ما عرفه من محن وتكبد صعاب السجن وتجربة الاعتقال لمدة سنوات طويلة، ولكنه كان له دور أساسي في قراءة ذكية لهذه الصفحة، صفحة ما كنا نسميه بسنوات الرصاص ومرحلة الظلام. وأذكر في هذا الباب مدخل القيم التي كانت له أثناء جلسات الاستماع، بالشروع في جلسات الاستماع، حيث كانت له هذه الشجاعة في أن يقول هناك أخطاء، هناك مصائب، هناك نقاط سوداء في هذا التاريخ المغربي المعاصر، لكن هناك كذلك مسؤوليات يتحملها الجسم اليساري وجسم مناضلي اليسار، وهناك ضرورة للتوجه نحو المستقبل. وهكذا كان سي أحمد حرزني، هكذا كان رغم كل ما عاشه كان منفتحا، عرفته متفائلا، عرفته متواضعا. كانت لنا نقاشات منذ أزيد من ربما 30 سنة الآن حول مواضيع كثيرة، ودائما كنا نجد متعة في ذلك، لأنه كان رجل ذكي ينصت، له أفكار ثاقبة، له تعليق على مجريات الأحداث في تعاقبها، دائما كانت هذه القراءة مفيدة حقيقة، وكانت تربطني به على المستوى الشخصي علاقة عبر أصدقاء مشتركين أساسهم السي قاسم الغزوي الذي وفاته المنية، الذي عرفه في سن الشباب وقبل الاعتقال، وكنا نلتقي وكل مرة كنا نتلدد في أن تجمعنا لحظات للنقاش العميق الحر بنظرة مستقبلية وبأمل في المستقبل. هكذا ظل إلى نهاية حياته. إنسان جمع بيني وبينه العمل مع السي مزيان بن الفقيه بالخصوص، كنا في ذاك الوقت كنتشوفوا بزاف، يعني باقي كنتذكر على الأقل 400 ساعة جمعتنا ديال العمل المشترك في اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، ونشأت بيني وبينه صداقة يعني تقدير متبادل، هذا هو الحق. واستمرت هذه العلاقات هذه حتى من بعد ما كمل أول في المجلس الأعلى للتعليم، ثانيا من اللي كان رئيس ديال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وحتى من اللي كان سفير، كنا نلتقي بين الفينة والأخرى في المناسبات، هذه الحقيقة. هذه آخر مرة كان فيما أذكر كانت السفارة الأمريكية والإنجليزية عملت شي حفل والتقينا فيه المناسبة ديال العيد الوطني ديالهم. رجل عميق، مناضل حقيقي، في نفس الوقت إنسان حريص على المصلحة ديال البلاد وديال الوطن، وصادق في المواقف ديالو والمشاعر ديالو، وفي نفس الوقت عنده يعني بعد نظر
رجل له بعد نظر، والآن أفضى إلى ما قدم، عسى أن يعني يتجاوز الله عنا وعنه. جينا اليوم باش نودعو أحمد حرزني، وأنا شخصيا يعني لحيت باش نجي يعني اليوم باش نودع صديق يعني أكثر من 50 سنة. فقمنا يعني بعدد ديال الأعمال يعني جميعا، وكنا يعني مجموعين في سجن كمعتقلين سياسيين. فأصدقاء العمر الآن يعني واحد مرة الأخر كيمشي، يعني مشى في نفس النهار رفيق ديالنا عبد اللطيف الدرقاوي رسام ومناضل كبير يعني لقضية العدل والمساواة في هذه البلاد. مهم تودعنا معاه، وهذه سنة الحياة أنه الشباب سيرفع الأعلام التي رفعناها مع سي أحمد حرزني في شبابنا.